اللي اوله شرط اخره ايه؟ نور. لا المره دي اخره فلوس. اول ما يتحط الشرط تعرف ان الفلوس جايه. في حد يكره انه لما تتحط له شروط يجي له فلوس؟ ده عاده العكس، يعني عاده ايه؟ يقول لك الشروط دي معناها انه كده بقى الفلوس تقل، الفلوس مش جايه الى اخره. ايا كانت تيجي تقول انت بتتكلم على ايه يا عم يوسف؟ يقول لك واحده واحده، اللي اوله شرط اخره فلوس. حلوه ولا وحشه؟ زي توته توته، حلوه ولا ملتوته؟ انا في رايي والله لو في شروط ما وفي الاخر خالص هقبض، اهلا وسهلا بالحلال، ودي اهم حاجه. طيب احنا عارفين ان احنا عندنا برنامج اسمه تكافل وكرامه تابع لوزاره التضامن الاجتماعي. طيب من ضمن الحاجات ان احنا يبقى فيه دعم نقدي. جميل. طيب الدعم النقدي ده علشان يستمر نعمل ايه؟ هنعمل شويه حاجات. اذا استوفيناها يبقى هناخد الفلوس، يبقى كده اللي اوله شرط اخره ايه؟ فلوس. ارجون بارادس، الحليح. طيب اللي بيحصل انه بيتعمل حمله في كل المحافظات. ليه الحمله دي؟ علشان توعي المستفيد من برنامج الدعم النقدي بيخص ايه؟ بيخص الشروط كويس التي تضمن حصول أطفال الأسر الأولى بالرعاية على حقهم الصحي وحقهم التعليمي. فلو حصل والشروط دي تم استيفائها والولاد دول يا حبايبي خدوا حقوقهم الصحية وحقهم التعليمي يبقى الفلوس نازلة. يا عم حد يكره؟ يعني مفيش حد بتشرط عليك بحاجة غلسة، ده احنا بنقولك تاخد بالك من صحة عيالك وتاخد بالك من تعليم عيالك تضمن انه الفلوس نازلة بإذن الله سبحانه وتعالى. الشروط مثلا يقولك ايه؟ لازم يا جماعة تتابعوا الرعاية الصحية بتاعت مين؟ بتاعت الطفل وأمه على الأقل 3 مرات سنويا، يعني مرة كل 4 أشهر ناخد بعضنا نروح على الوحدة الصحية اللي احنا فيها أو المركز الصحي إلى آخره، نطمن على صحة السيدة الفاضلة اللي بتربي عيالنا دي أمهم والعيال اللزاز اللطاف الحلوين اللي احنا جبناهم الدنيا بأمر الله. كل قد إيه؟ كل 4 أشهر. ماشي كده؟ طيب إيه كمان؟ لازم ننتظم في المدرسة، لازم نشجع ولادنا على الانتظام في المدرسة، لازم نشجع ولادنا يروحوا المدرسة على الأقل يبقى عندي نسبة حضور 80%. لكن أنا أقول للعيال يا عم ما تروحش، مدرسة هتعمل لك ايه؟ وتعالى اعلمك حاجة، ما تنزل معايا الشغل، لا. كده يبقى انت ايه؟ ما بتستوفيش الشروط. فتخيل لما يبقى دولة بتقول لك لو سمحت خد بالك من صحة ولادك ومراتك، وخد بالك من تعليم عيالك، ولما تاخد بالك منهم الفلوس تنزل. طيب، هل في حاجة زادت على الشروط دي؟ أيوه. محدش يجوز بناته وهم أقل من السن القانوني. احنا معانا على التليفون دكتور عاطف الشيتاني استشاري المشروطية ببرنامج تكافل وكرامة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله على كل حال، كله تمام الحمد لله. هل المذيع شرح الشروط كويس ولا؟ والله يا حضرتك رائع، يعني أنا قاعد أفكر أقول أنا هقول إيه بعد كده. لا إزاي؟ ازاي؟ خدني مع حضرتك مساعد مساعد. الله، انا سعيد بان المذيعين المتميزين زي حضرتك. لا يا فندم العفو، ربنا يخليك يا فندم، احنا نتشرف. حضرتك برضو في النهايه اشرح لنا بشكل اوفى وبشكل اكيد اقدر مني على اظهار التفاصيل علشان الناس تبقى فاهمه ايه هي الشروط بتاعه الدعم النقدي. طبعا قبل ما نتكلم في الشروط لازم نرجع للخطوة الورا ونتكلم على برنامج تكافل وكرامة بسرعة كده عشان الناس تفهم. عظيم. ان ده برنامجين مش برنامج واحد. حلو. برنامج تكافل وده دعم نقدي مشروط، وكرامة وده دعم مباشر، يعني بنديه للناس اللي في اشد الاحتياج. أيوه. في كبار السن اللي بيشتغلوش، يعني اللي عندهم مشاكل صحية. انما التكافل هو المعني بالشروط، وده تجربه جديده في مصر للتعامل مع الفقر، ما حصلتش قبل كده. حلو. احنا طول عمرنا متعودين احنا صغيرين على المعونات والضمان ومعونه الشتاء وغيره، ومعاش السيسي، معاش السادات، معاش مش عارف ايه. الناس حتى الدرجه بيربطوا المعاشات برؤساء الجمهوريه. صحيح. على اساس ان دايما بيبقى كل رئيس جمهوريه وكل قياده سياسيه بتيجي منحازه للفقر، والناس بتبقى دايما على امل ان هتجيلها
معونه مباشره يعني. انما تكافل الدوله بتجرب فيه بصراحه، ومن 2015 وبدا يتحرك، بتجرب فيه اسلوب جديد. هي عايزه تكسر حلقه الفقر اللي في الاسره، لان الفقر بيولد فقر. الاب والام الفقراء بيطلعوا عيال فقراء، وبيدوروا دايما على انتاج اطفال ممكن تساعدهم على انهم يعني يعيشوا بمصدر رزق جديد يعني مختلف. ممكن يروحوا ويبقوا، ممكن يتسربوا باطفال شوارع، ممكن يروح الغيطان، يبقى ادوات منتجه. هو بيفكر في الاولاد بشكل مختلف. احنا بقى بنفكر للاولاد بشكل يعني مختلف تماما، يعني بنفكر في مستقبله. عشان كده العيل الولد الصغير علشان يوصل او نضمن له مستقبل كويس لازم يتعلم كويس، ولازم ياخد الحق الصحي، الخدمات الصحيه، خدمات الرعايه الصحيه الاوليه، خدمات صحه الام والطفل. ودي وزاره الصحه بتوفرها لجميع المواطنين مش الفقراء بس، من خلال 5300 وحده صحيه ومركز صحي. كل الناس بتروح تتطعم، كل الناس بتروح تتابع النمو، العيادات مفتوحه للحوامل عشان رعايه الحمل. فاحنا عايزين الام واطفالها يروحوا. طبعا هم مش 100% من المستحقين بيروحوا حتى على مستوى مصر. عشان كده بدأنا نفكر، او الدولة بتفكر انها تدي الفقير مبالغ شهرية مشروطة. انت تدي للاولاد حقها التعليم، تروح المدرسة، ولان التسرب من التعليم طبعا خصوصا في الريف بيبقى اعلى. احنا بنقول له ما يتسربش، طول ما الولد بيروح المدرسة مش هينقطع الدعم الشهري، وطول ما انت بتطعم الولد انت مش هيحصل اللي انت متخيله وخايف منه يعني. وفي نفس الوقت البنت الصغيره علشان حقها في التعليم وعلشان حمايه صحتها المفروض انها ما تتجوزش قبل 18 سنه، صح، بتبقى للقانون طبعا يعني، صح. فالفكره جديده، فكره التكافل، ان هو يضرب عصفورين بحجر. هو بيدي دعم مباشر مشروط. مشروط الشروط دي تبدو ان هي يعني كانها يعني تعسف مع الفقير، انما اطلاقا ده هو تحيز من الدوله للاسره الفقيره وللاطفال، لان متابعتهم المشروع طبعا او البرنامج بيتابع وعن قرب الاحصائيات اللي بتتم، لان في شغل بيتم بشراكه مع وزاره الصحه، عاملين منظومه للتحقق من التزام الاسر دي بالشروط. يعني الاسر دي بتتسجل بياناتها في الوحدات الصحيه، وبتيجي البيانات دي بعد كده لوزاره التضامن، وبتحلل البيان علشان نعرف مين اللي التزم ومين اللي بيتحرك ومين اللي انقطع في يعني. وبنبعت مفروض رسائل للناس على اساس ان احنا بنحذرهم اذا انقطاعهم طال. خد بال حضرتك ان في جانب صحي، ان وزاره الصحه ووزاره التضامن مع وزاره الصحه الاثنين بيشتركوا في الحمايه الصحيه الاجتماعيه. طبعا. يعني دي برامج المفروض ان الدوله بتتبناها. الصحه مش علاج بس، مش يعني كده المواطن هيبقى عنده حاجه زي بطاقه صحيه او كارت صحي، انا بطلع عليه كوزاره على لضمان استمراريه المعاش او الدعم. فاشوف انه الام بتتابع صحيا والكارت بتاعها في المتابعات وفي الختم بتاعه، كذا الحال بالنسبه للولاد بنشوف متابعتهم الصحيه، وايضا بنتابع حضورهم للمدارس. بس انا هراجع حضور المدارس ازاي يا دكتور؟ بكشوفات الحضور انصراف، يعني سجلات الحضور بيتم تبادلها مع يعني بين وزاره التعليم والتعليم الفني، التعليم التربية والتعليم والتعليم الفني، بيبعتوا بانتظام الكشوفات الحضور والانصراف. طيب انا في دي ليا كلام بصراحة. في الكارت والبطاقة الصحية صعب العبث بيها. صعب. لأن في تطعيمات وفي مراجعة لمخزون التطعيم والأمصال، فهتقارن بعدد الزيارات اللي دخلت للوحدة، فدي سهلة لو حد لاعب أعرف إيه أمسكه وأقفشه. بس حضور المدرسة من عدمه دي بخمسين جنيه. أنا ما أقدرش إن أنا أنكر واقع إحنا عايشين.
الموجود لازم تفهم حضرتك ان البرامج بتبنى على اساس ان هي مرتبطة بشكل قطعي مع كل البرامج اللي بيتم تنفيذها وكل المؤسسات اللي بتنفذ البرامج دي على الارض. يعني انا ما اقدرش اقول ان انا بتكلم على التعليم بدون ما اكون انا شايف ان التعليم بيقوم بينهض وعنده مشاكل. انا ما اقدرش انكر ده، ما اقدرش انكر ان انا في الحضر غير في الريف، ما اقدرش انكر ان في مشكله في جوده التعليم عندي. انما انا لازم وانا بصمم بفترض ان التعليم جيد. انما صح. انا بالنسبه لي انا لست رقيما على وزاره التربيه والتعليم. أيوة. وزاره التربيه والتعليم عندها مشاكلها وربنا يعينهم على اللي هم فيه. اللي انا بقصده مش ده يا دكتور. اللي انا بقصده هل في النهايه دكتور عاطف مسؤول عن المشروطيه مش عن المتابعه والتاكد من ان الحاجه حصلت؟ لكن انا بفكر معاك بصوت عالي يا دكتور انه هل من الممكن ايجاد اليه اكثر دقه اكثر نجاعه اضمن بيها ان الولاد راحوا المدرسه؟ يعني تؤيد الفكره دي ولا لا تؤيدها؟ هو سؤال ذكي طبعا. ما اقدرش انكر ان حضرتك بتفكر بشكل يعني بجد يعني ثابت. اولا انا اقول لحضرتك حاجه، احنا المفروض ان احنا ببرنامج تكافل علشان هو له اهداف صحيه واهداف تعليميه. يعني هو امتى تكافل يكون ناجح؟ لما ما يكونش فيه اميه طبعا، لما يكون في ناس بتتخرج، اسر بتتخرج، بمعنى ان هي استكفت، ما عادش خلاص محتاجه، انما بتلتحق ببرامج فرصه تلاقي مشروع تبقى منتجه. يعني هو تغيير في نمط وسلوك الحياه في المستقبل. انما انا ما اقدرش اقول ان انا نجحت حتى ان الولاد كلهم في المدرسه. لا، انا نجاحي ان الولاد يتعلموا صح. انا نجاحي في الصحه ان مش الولاد يروحوا يطعموا خلاص الاطفال، او الست تروح تعمل متابعه حمل، لا اطلاقا. ده هدف مرحلي. انما بعد كده المفروض ان الانيميا يعني تنخفض نسبه الاصابه بالانيميا في الحوامل. المفروض ما يبقاش فيه امراض معديه لان الولاد اتطعمت منها. صح. المفروض ان الاسر عدد الاطفال فيها يبقى اقل لانهم بيروحوا تنظيم اسره. فاحنا كبرنامج في وزاره التضامن بندور على نتائج. وعشان نرجع لسؤال حضرتك ونربط نقول ايه، انا محتاج ان انا يبقى ايه دور مجتمعي علشان انا ادور على النتائج دي كلها. يعني انا حتى لو جالي الطفل 100% حضور في المدارس، انما برضو احنا ما نعرفش جودة التعليم كان اخباره ايه. فانا لازم يكون معايا ادواتي في الوقت الحالي علشان اتأكد من ان الولد بيكتسب علم ومعرفة اكتر. يعني انما طب احنا متفقين في الحته دي جدا يا دكتور. اولا عايز اشكرك جدا دكتور عاطف الشيطاني استشاري المشروطيه ببرنامج تكافل وكرامه. قبل ما نطلع فاصل احنا بنقول الكلام ده ليه، ويمكن كنت بتناقش في ده مع دكتور عاطف ليه. اسهل حاجه في الدنيا انه للاسف نوصل الى انه في الدفاتر الولاد حضروا حلو، ويجي الاب ما بيوديش العيال المدرسه ولا حاجه، ومش عشان يقعدوا يريحوا في البيت هينزلهم شغل، أو لا قدر الله ينزل عيال تسرح في الإشارات أو تقف على أبواب ونواصي الطرقات تبيع أي هنتريش، لكن علشان خاطر يتسولوا وبالنسبة له ده مصدر دخل. حلو، نيجي ساعة التستيفة أهو حضروا غمز بالخمسيناية على طول الورقة الحمراء الحلوة دي. ماشي، لازم أبقى واقعي، أنا مش عايز ده. فاحنا في حاجة مهمة جدا، هي ازاي نقدر نرتقي بمعدل وعي الأسرة بأنه ابنك في المدرسة، خد بالك بقى مش أحسن له بس، ما هو الأب بيقول لك أصل العيال دي بتساعدني في المعايش، أحسن لك من أنه ينزل الشارع، أربح لك من أنه ينزل الشارع، أأمن لك من أنه ينزل الشارع. أصل هو لو نزل الشارع هيتعرض لواحد واثنين وثلاثة وأربعة، حاجات كتير مش عايز نتكلم فيها دلوقتي، ماشي، حاجات كلها سيئة. كويس، أربح لك إزاي؟ ما هو الواد لما بينزل الشارع كمان بتعرضه لواحد واثنين وثلاثة وأربعة، صحته بتسوء، فبيتعب، فبيعيا، فبيرقد، فأنت هتصرف على العلاج قد كده. الله،
وهتطهرش. العيال دي بتاعي ازاي طول الوقت العيال عيانه امراض بقى صدريه وامراض جلديه وعدوى ويا خبر ابيض. فمش من مصلحتك ان الواد ينزل الشارع، مصلحتك يفضل في المدرسه. اولا ارخص لك في النفقات، اتنين ده ابنك حته منك، فانت عايز نفسيته افضل وصحته افضل ومستقبله افضل. لما الولد ده هيكبر ويخش مثلا مدرسه فنيه ويتعلم حاجه حلوه هيكسب احسن 30 مليون مره من انك انت تبقى رميه في الشارع فيبقى بالدهلكه بيطلع قرشين. او لما يكمل في الجامعه يبقى دكتور عظيم، مهندس عظيم، محامي عظيم، مذيع عظيم، ما هو برضه اربح لك. إلخ هي حدوته. فانا بس اللي عايز نقعد نفكر فيه بجد، ازاي هنقدر نرفع من معدل وعي الاسره المصريه اللي نخليهم يبقوا فاهمين انه الربحيه الكبرى ليك انه العيال تبقى في المدرسه، والمصلحه الاسمى ان الولاد يبقوا في المدرسه، اضافه الى انه نجد اليه لضمان انه ده بجد بيحصل.